الأثري الذي بني في العام السابع للهجرة كثاني مسجد يشيد في سلطنة عمان، حيث يقع هذا المسجد بحلة العقر إحدى ضواحي ولاية نزوة التاريخية، وقد أعيد بناء المسجد عام 939 هجرية الموافق 1529 ميلادية، كما تشير الكتابات على محرابه التي تمثل أجمل فنون الزخرفة والنقش. ويعد مسجد الشواذنة صرح علمي تخرج منه الكثير من العلماء والأدباء والمفكرين، وتتلمذ فيه الكثير من الفقهاء، ولا يزال المصلين يقيمون فيه الصلاة.